ونبقى دائما بإقليم البطحاء حيث أدى جمع غفير من المسلمين صلاة عيد الفطر المبارك بالجامع الكبير لمدينة آتي البطحاء حيث أحيا، وذلك بمناسبة هذا اليوم. وقد حضر المناسبة جان برنار باداري حاكم الإقليم تضامنا مع المسلمين، وعقب خطبة الصلاة فقد قام أعضاء المجلس الفرعي بتقديم التحاني للحاكم. تقرير محمد طاهر جبريل الحر مرة أخرى. المسجد الكبير بمدينة آتية اكتظ بالمصلين القادمين من مختلف أحياء المدينة لإحياء سنة صلاة عيد الفطر المبارك. حاكم إقليم البطحة جان برنار باداري أبت نفسه إلا أن يحضر إلى المسجد لمتابعة شعيرة الصلاة، وبعد وصول الإمام أدى المصلون ركعتي الصلاة، ومن ثم استمعوا إلى خطبة الإمام الشيخ أحمد خالد منوفي رئيس المجلس الفرعي للشؤون الإسلامية بالبطحة. تناول الإمام جملة من القضايا متعلقة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمسلمين، ولم ينس الإمام موضوع الأمن والاستقرار والإرهاب الذي شاعه مؤخرا شرقا وغربا وفي كل اتجاه من العالم. عقب مراسم الصلاة تلقى حاكم الإقليم في مقر إقامته التهاني بمناسبة العيد من رئيس وأعضاء المجلس الإسلامي وكذا المسؤولين الإداريين والعسكريين وممثلي مختلف الطبقات الاجتماعية والمهنية. وسنحت الفرصة لرئيس المجلس الفرعي للشؤون الإسلامية بعد تقديم التهاني أن يرحب بجهود الحاكم في إرساء الأمن والاستقرار ومحاربة الظواهر المخلة بالأمن مثل السرقة مع تهديد السلاح وظاهرة قطع الطرق. وفي رده حاكم إقليم البطحة جان برنار باداري وعد بإيصال هذه التهاني والتبريكات إلى صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، كما شكر رجال الدين على وقفتهم الدائمة مع الإدارة في جهودها لإصلاح المجتمع. نهاية عرض الرئيسي لهذا اليوم، أشكركم وأتمنى لكم وصلة طيبة ما باقي برامج الفضائية الشادية.